إذا مشاهدينا معنا هرم المسرح والكتابة سي عبد المجيد، نبغيو نعرف سبب حضور ديالك اليوم لمعرض الطفل. معكم سعد الله عبد المجيد، مؤلف مخرج وكاتب مسرحي وكذلك سيناريست. حضرت هذه الدورة، الدورة السابعة لفضاء الكتاب وكذلك الفضاء الطفل. وبطبيعة الحال أنا جيت مسرور لهذا الحضور، ولا بد للإشارة بأن هذا الفضاء قد تم تنظيمه من طرف المديرية الجهوية لوزارة الثقافة جهة سطات الدار البيضاء. بطبيعة الحال أعجبني جدا، وكانت مناسبة بالنسبة لي باش نتلاقى مع بزاف ديال الفنانين وبزاف ديال المخرجين، وكذلك باش نتعرف مع الناس ديال دور النشر. نعم. إذا أستاذ، شنو هي الكلمات بغيت تقولها للناس اللي هاجروا الكتاب والمطالعة؟ نعم، أعتقد أن هذا السؤال يعني هاجروا بمعنى أنه كانوا كيقراوا وكانوا كيكتبوا من بعد ما وقعوش. كاين هذه الفئة، ولكن كاين فئة أخرى اللي ما كتقراش. لا، نحاولوا نصلحوا ما يمكن. لا، ما كيناش. أولا نهضروا على الناس اللي ما كيقراوش. ماشي عيب لنقول بأنه إلا شفنا النسبة المئوية ديال القراء نجدها قليلا جدا جدا بالمقارنة بطبيعة الحال مع الدول الأخرى. وهذه المسألة تعود إلى مسؤولية أولا المعاهد والمدارس وإلى غير ذلك، باش يحاولوا يزرعوا فيهم هذه مسألة التقليد ديال القراءة، وكذلك مسؤولية ديال الوالدين ومسؤولية المجتمع. وحتى يمكن القول حتى بالنسبة لدور الشباب. إذن المسألة أولا يجب مثل هذه الفضاءات، هذه مهمة، لأنه كتقرب للناس، كتجيب تلاميذ وكتجيب شباب وكتجيب كل على مختلف الأصناف ديالو، ولما كيتصفحوا كتاب أو كيقراوا كيبداو يتعودوا باش يقراوا وكيهتموا، لأنه القراءة شناهي في حد ذاتها أولا وهي الفضول. ومن كيولي مرحلة الفضول تنتقل إلى مرحلة المعرفة، والمعرفة تنتقل إلى مرحلة التكوين. إذن هكا باش كنكونوا يعني مثقف واعي. وأي بلد تقاس الحضارة ديالو بمدى الثقافة ووعي ونسبة القراء بطبيعة الحال. المسألة ديال يعني هاجروا، من هاجر القراءة؟ لا أعتقد القراءة لا يمكن أن تهاجرها، لأنه هي تكون بمثابة عدوى، ويكون بمثابة يعني رغبة، وكذلك بمثابة لدة، وكذلك بمثابة البحث، أنه يصبح الإنسان مدمنا. وهذه الكلمة هي المهمة، كتولي حالة الإدمان. خصك تقرأ لابد. ولكن اللي هاجروا بعض المرات نقدروا نتكلموا معاهم الناس اللي كانوا كيكتبوا ونشروا، ولكن تصدموا بأنه ما لقاوش القراء، وقالوا بأنه من الأحسن لا تتم إصدارات، لأنك توقع عليهم على كاهلهم وكذلك. وهذه مسألة أخرى، شق آخر ديال المساعدة والتشجيع في الإصدار إلى غير ذلك. شكرا أستاذ على الكلمة ديالك. شكرا. شكرا.